الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في رحاب مكة المكرمة، المسجد الحرام هو أعظم مسجد في الإسلام، ويقع في قلب مدينة مكة غربي المملكة العربية السعودية. تتوسطه الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس على وجه الأرض ليعبدوا الله فيه، وهذه هي أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض. والمسجد الحرام هو قبلة المسلمين في صلاتهم، وإليه يحجون. الكعبة وما حولها من المطاف والبناء والساحات المجهزة للصلاة، ويشمل جميع التوسعات التي تمت على مر التاريخ بدءا من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فصلاة في المسجد الحرام تساوي في الفضل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة في عامة المساجد، علما بأن هذا التضاعف لا يسقط شيئا من الفوائد، أي من عليه قضاء لا يذهب ما فاته من صلاة، لكن يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. أسأل الله أن يرزقنا الحج كل عام وصلاة بخشوع قرب بيته العتيق، والحمد لله رب العالمين.